استاذ محمد، يعني اللي حصل في المباراه النهارده هو ده الاهلي اللي احنا بننشده، الاهلي اللي احنا منتظرينه، الاهلي اللي احنا بنحب نشوفه. قدم لك اداء راقي، اداء ممتع، اداء فيه سيطره، استحواذ بفعاليه، بايجابيه، بمتعه في كره القدم على مدار الشوطين. يعني من بدايه المباراه لاخرها انت قاعد مش قلقان على الاهلي. يعني كفايه انك انت قاعد بتتفرج على الاهلي مش قلقان، ما عندكش اي مشكله خالص، ومتوقع ان الاهلي يجيب جون، جاب جون واثنين وثلاثه، متوقع ان يجيب كمان، واتاحت له فرصه ان هو كان ممكن يجيب اثنين وثلاثه واربعه كمان، لكن الحظ عند اللعيبه. النهارده كولر ضرب يعني اكتر من عصفور بحجر واحد. النتيجه الكبيره، الاداء المميز، الدفع بالصفقات الجديده. شفنا النهارده مروان عطيه حقيقه لاعب له شخصيه، له اداء مميز، يمكن ما حاولش يتفلسف، حاول بيلعب الكره السهله، الكره الجميله، الكره الحلوه، بتجيله الكره بياخد بيمرر، لاعب ان شاء الله هيكون له دور كبير جدا مع الاهلي في المستقبل. شفنا محمد الضوي كريستو، اللاعب الشاب الجميل اللي جاي من النجم الساحلي 19 سنه، يعني صحيح الكره ما جاتلوش كتير مرتين ثلاثه، لكن من اول لمساته باين ان هو لاعب عنده سرعات، عنده مهاره، عنده قدره في التحكم بالكره، حتى هو بيتحرك وبيجري الكره قريبه منه، بيقدر يعمل حاجات كويسه مع النادي الاهلي لما ينسجم اكتر. شفنا خالد عبد الفتاح، صحيح ما يعني ما ظهرش بشكل كبير لانه نزل في دقائق اخيره، لكن خد جو ان هو يلعب مع النادي الاهلي اول مره، فدي مهمه جدا ان بيدي لك الصفقات. كانت الصفقه الاعظم اللي هي كهربا زي ما قال الاستاذ عصام، اللي هي المفاجاه اللي احنا كلنا ما كناش نتوقعها، اول ما شفنا كده بوم على طول ان كهربا نزل الملعب، ما حدش كان يتوقع ده. صحيح. ولا حد كان حتى يتخيل ان هو ضمن القائمه. يمكن من الحاجات الجميله اللي بيعملها كولر دلوقتي ان هو ما بيعلنش القائمه ليله المباراه. ان بيسيب الناس كلها تضرب اخماس في اسداس، وما حدش عارف مين اللي موجود ومين اللي مش موجود، وبيجي وقت المباراه بيختار القائمه بتاعته الاساسيين والاحتياطيين. كنا متخيلين ان فعلا كهربا بعد الدكه، لكن كهربا كانت المفاجاه الكبيره جدا، وكان عند حسن الظن، كان عند حسن ظن مستر كولر، ما حذفش مستر كولر الحقيقه النهارده، وقدم اداء جميل واداء مميز الحقيقه. مش بس ان هو بيساهم في جوان، ده كمان بيجيب جون جميل جدا بتحرك جميل جدا اللي هو الجون الثالث. الاطراف بتاعت النهارده الاهلي اشتغلت كويس جدا، سواء حسين الشحات اللي بقى لاعب مميز جدا واستعاد الكثير من مستواه، او احمد عبد القادر اللي بقى يعني مرعب لاي فريق بيواجه النادي الاهلي بسبب قدراته ومهاراته وقدرته على المرور من اي حد والتحرك بشكل جيد جدا. ما زال اليو ديانج هو ايقونه الوسط في النادي الاهلي الحقيقه، لاعب بيمتعك كل مباراه، لاعب بمستوى ثابت لا يتغير ولا يتبدل، لا بينزل عنه ولا بالعكس بيزيد، وعنده جراءه وعنده قدره وعنده شخصيه كبيره جدا وعنده ثبات في المستوى على مدار عدد كبير جدا من المباريات. فالاهلي النهارده حقق مكاسب جامه، مكاسب كبيره جدا، اعتقد هيبني عليها خلال المرحله المقبله بشكل كبير.